الوضع صعب بالفعل والتحديات متنوعة، ولعل السبب الرئيسي لذلك هو وباء كورونا، إضافة إلى توقف سلاسل الإمداد. ونرى زيادة في الطلب في عدد من الأماكن، ولكن الأمر يشمل كل أنحاء العالم، وبالتالي الكثير من الإمدادات بالطاقة المرنة مثل الغاز الطبيعي المسال تجد طريقها إلى آسيا، مما يصعب الأمور بالنسبة لأوروبا حيث انخفضت إلى حد كبير مستويات المخزون طويل الأجل، وهذا يفاقم المشكلة. على المدى القصير نتوقع أن يستقر الوضع، والمشكلة ليست هيكلية ولن تستمر على مر الأعوام المقبلة. أما على المدى البعيد فيجب العمل أيضا على التحول في الطاقة الذي يحتاج إلى الكثير من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن ثمة حاجة إلى الهيدروجين الأخضر والأزرق المستوردين، لا سيما في الفترة الانتقالية. بالنسبة لنا يبدأ التحول في الطاقة من خلال النظر إلى عملائنا. لدينا عملاء في صناعة لوازم السيارات، وهم مرغمون بسبب متطلبات سلاسل الإمداد على إزالة الكربون بحلول عام 2030، ونحن نتشاور مع هؤلاء العملاء بشأن إمدادات الطاقة المتاحة مثل الكهرباء التي أحيانا لا تكون مناسبة، وحينا ربما يتم التوجه إلى إنتاج الهيدروجين. أرى أنه يتعين على الجمع الانطلاق كل من موقعه. نرى أن في أوروبا الكل يبدأ من موقع مختلف، ولكننا نرى أيضا أن أسعار مصادر الطاقة المتجددة على انخفاض وأصبحت التنافسية، وهذا ما نراه مثلا في الولايات المتحدة. وبالتالي التحول في الطاقة لم يعد أمرا نقوم به من أجل فوائده فحسب، بل كذلك لأنه مجد تجاريا في عدة أماكن. الأمر ليس كذلك بالنسبة للهيدروجين، لكننا نعمل على المسألة، ومن المثير للاهتمام أن نشهد ظهور اقتصاد ما وما يثمره من فرص للعمل. من الصعب توقع ذلك. نرى أن هذا الأمر سيغير العالم، فالطاقة حددت شكل العالم إلى حد ما، وهذا ما نراه اليوم. وسلاسل الإمداد أيضا قد يطرأ عليها التغيير في مرحلة ما، كما أن عالم الطاقة سيتغير بالنسبة لأسعار الكهرباء المرتفعة وأسعار الغاز المنخفضة، بحيث تصبح أسعار الغاز أكثر ارتفاعا، وبالتالي يتعين إيجاد التوازن اللازم، بما أن الكهرباء قد تكون أحيانا مكلفة، وهذا سيغير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة وسيخلق مزيدا من فرص العمل، وستطرأ تغيرات على الشركات ربما مثلا بالنسبة لمراحل العمليات. من هنا تأتي الحاجة إلى بناء عالم جديد للطاقة بالهيدروجين، وهو ما يتطلب البدء من الصفر.